تحية لكم مشاهدينا الكرام في بداية هذه الحلقة من واجه الصحافة. مع الثورة الهائلة التي حدثت في مجال الإعلام والاتصال والتي أفرزت عن مصطلحات جديدة في عالمنا، منها وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي والإعلام الإلكتروني، أصبحت وسائل الإعلام التقليدية في وضع أثار كثيرا من التساؤلات حول مدى ناجحها في الوجود والاستمرارية مستقبلا في ظل هذه التحديات التي تواجهها. وأصبح الحديث الآن عن الآليات التي يمكن معها أن يتم دعم الصحافة التقليدية أو الورقية لمواجهة مثل هذه التحديات مستقبلا. موضوعنا في هذه الحلقة عن مستقبل الصحافة الورقية في ظل هذه التحديات وآليات تطويرها. بعد الفاصل نطرح جوانب هذا الموضوع المختلفة من منظور الصحف التي تناولته في الجرائد المصرية المختلفة. أهلا بكم من جديد، ونبدأ في عرض تناولات الصحف المختلفة لموضوعنا في هذه الحلقة. نبدأ من صحيفة الأهرام، وعنوان يقول: إسماعيل يبحث مع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة خطة إصلاح المؤسسات القومية. اجتمع رئيس الوزراء شريف إسماعيل مع الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لبحث الخطة التي أعدتها الهيئة للنهوض بالمؤسسات الصحفية القومية خلال 3 سنوات أو أقل. من صحيفة اليوم السابع نرصد بالصور: رئيس الوزراء يوجه بدراسة تطوير الصحف المصرية لتواكب نظيرتها العالمية. قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وجه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ببدء برنامج الإصلاح للمؤسسات القومية وتحديث المطبوعات الصحفية المصرية والنهوض بها. من جانبها كتبت صحيفة التحرير: رئيس الوزراء يبحث خطة دعم وإصلاح المؤسسات القومية. طالب رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بدراسة مشروع تطوير المطبوعات المصرية لتساير مثيلاتها في العالم من حيث الطباعة والمحتوى، ومن المفترض أن يتم الانتهاء من هذه الدراسة في أسرع وقت، وذلك في إطار دعم الصحافة الورقية لتساير مجريات العصر والمتطلبات الحديثة ويكون لها التأثير وتستحوذ على اهتمام الرأي العام. من صحيفة الوطن نقرأ: مسلم يقول على الصحافة الورقية تطوير نفسها وتقديم معالجة مختلفة للخبر. قال الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن إن الفيسبوك لا يجوز أن يكون مصدر للمعلومة لصناعة الخبر، واضحا أنه يجب الاعتماد عليه كمؤشر للخبر وليس كمصدر له، ويجب أن نستوثق من المعلومات المنشورة عليها. وأكد أن الصحافة الإلكترونية لن تلغي الورقية، مشيرا إلى أن الصحف المطبوعة تواجه أزمة حقيقية. نطالع من صحيفة الفجر رئيس تحرير المصور يقول: الصحف الورقية ما زال لها عشاقها. ذكر أحمد أيوب رئيس تحرير المصور أن الصحف الورقية رغم تراجع توزيعها إلا أنها ما زالت تحتل مكانة خاصة لمحبيها في إفراد التحليل القضايا في مساحة كبيرة، ورفض أيوب تأييد من يقولون أنه تم سحب البساط من أمام الصحف الإلكترونية. نتابع من صحيفة الأهرام كرم جبر يقول: نمضي قدما في خطة إصلاح المؤسسات الصحفية والطريق ليس سهلا لكنه أصبح محتوما. أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أنه يتم التعامل مع المشاكل الموجودة في الصحف القومية المصرية أولا بأول للمضي قدما في خطة الإصلاح، مشددا على أن الطريق ليس سهلا ويحتاج لخطوات عديدة للتوصل بالصحف للمستوى المطلوب. من جانبها كتبت صحيفة الوفد ياسر عبد العزيز يقول: الصحف الورقية أفيال تسعى لمقابرها والمستقبل للإلكترونية. أكد ياسر عبد العزيز الكاتب والخبير الإعلامي أن تحديد سعر الجريدة بقيمة 2 جنيه مناسب ومنطقي جدا، ولكن الصحف الورقية أصبحت كالأفيال التي تسعى لمقابرها لأن الإنترنت يلغي الجريدة المطبوعة. وأشار إلى أن كل الحقائق تؤكد أن عصر الصحيفة المطبوعة قد انتهى، وأن العالم أجمع أصبح يسير في طريقه للصحافة الإلكترونية. عودة إلى صحيفة الوطن وتصريح لكرم جبر: الصحافة الورقية تشهد تراجعا شديدا.
قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إن الصحافة المصرية عامل أساسي في تثبيت أركان الدولة المصرية ومواجهة مخططات إفشالها، وأكد أن الصحافة تضم صحفيين وطنيين ومدربين وعلى مستوى عال من الكفاءة، ولكن الظروف أدت لتراجع هذا الدور، مؤكدا أنه إذا انصلح دور الصحافة القومية سوف ينصلح حال الإعلام المصري كله. إذا كانت هذه النظرة مشاهدين على تناولات الصحف المصرية لملفنا في هذه الحلقة، وهو مستقبل الصحف الورقية وآليات تطويرها. بعد الفاصل نطرح هذا الموضوع على مائدة النقاش مع ضيوفنا الكرام. أهلا بحضراتكم، رجعنا بعد الفاصل ومعانا على مائدة النقاش في واجه الصحافة ضيفان كريمان. رحبوا معايا بالدكتور أو الأستاذ عبد القادر شهيب الكاتب الصحفي، أهلا بحضرتك معانا. أهلا بيك. أيضا معنا الدكتور إبراهيم النشوقاتي خبير العلم الإلكتروني، أهلا بيك يا دكتور. يعني في البداية دكتور إبراهيم، لو اتكلمنا عن الإعلام الإلكتروني نعرفه إزاي؟ لأنه في الحقيقة يعني مصطلحات كتيرة قوي في هذا المجال، في السوشيال ميديا، في الإعلام الرقمي، الإعلام الإلكتروني، مش عارفين بالضبط هو المقصود بيه إيه. الإعلام الإلكتروني هو بيزيكلي قايم على فكرة، تعال نتكلم الأول على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا قايم على فكرة إن أنت بتحط المحتوى وأخبارك عليها، هو أنت صانع الخبر. تمام. كل حد فينا هو صانع الخبر، ملهوش اي حد بيدقق في الخبر او اي حد بياخد الخبر ده ويحطه في شكل ستوري او شكل حكاية زي ما احنا متعودين في الاعلام التقليدي، وما فيش اي ما فيهوش عملية احتراف يعني بالزبط. في صناعة الخبر بالزبط. طب ده رغم ان في عدد كبير جدا من الصحف مثلا ليها صفحات على السوشيال ميديا. حلو. السوشيال ميديا نفسها فيسبوك، هل فيسبوك بتنزل اخبار؟ هل تويتر بكل جبروتها وبتاع هل عندها اخبار بتنزلها؟ ما فيش. هل اليوتيوب عنده تشانل بتاعته هو بينزل فيه محتوى؟ لا، بس المصور في قنوات اخباريه وفي صحف، هو انت اللي بتعمل خبر ليها صفحات على الفيسبوك وعلى تويتر. احنا تسوينا يعني انا بتنزل اخبار عليها لوحدي، بقيت تسويه بمؤسسة الأهرام اللي هي أكبر مؤسسة في الشرق الأوسط، هي بتنزل خبر وصوت خبر. فإحنا تسوينا هنا. لا، بس هل المتلقي لما بياخد خبر عن صفحة مثلا فوكس نيوز على تويتر أو على الفيسبوك بيبقى رد فعله زي ما بياخد الخبر من حد صديق على صفحته الشخصية؟ بص، هنا في ليها قولين. القول الأولاني إن أنت الأخبار والشائعات بتنتشر بسرعة جدا، فأي حد بيعمل أي خبر بيتقال مثلا في انفجار مش عارف فين، تلاقي كل الناس بتريتويت وتعمل بروباغندا وبتاع وكده. إنما هتلاقي دايما علشان فوكس نيوز مثلا، فوكس نيوز لما تيجي تنزل خبر ما تلاقيش عليه انتراكت كتير طول الوقت إلا لما يكون خبر مهم معروف مؤثر. انما الاخبار اون ديلي بيزس اللي هو الاخبار اليوميه العاديه بتتداول من خلال اشخاص عاديين اللي هم سموهم ايه؟ انفلونسرز. الانفلونسرز دي اللي هم المؤثرين. فين؟ طيب معلش لمقاطعه كلام حضرتك، لكن عشان الموضوع بس فيه تشابكات كتير. لو مثلا انا منزل خبر على صفحتي الشخصيه وبربطه بلينك بمصدر الخبر ده على صفحة معينة، فبالتالي اللي هيفتح الخبر هيدخل على اللينك، يبقى أنا كده وصلت له المعلومة وموثقة برابط الخبر اللي متاخد من الصفحة أو مصدر الخبر. طيب. برضو لو في فيجرز، شخصيات معروفة، سياسيين بيقولوا تصريحات على حسابهم الشخصي برضو على تويتر أو الفيسبوك، ده بيعتبر خبر. خبر طبعا. طيب يعني إذا هل نقدر نصنف السوشيال ميديا تبع الإعلام الحديث وفقا لده؟ طبعا طبعا. مش انا بصنفها، كل الناس بتصنفها في كل الدنيا. هو بقى اعلام موازي للاعلام التقليدي، وبقى كمان اوقات كتير جدا ما بياخد خطوات وبياخد ضربات قاضيه في الاعلام التقليدي. لكن الاعلام التقليدي لحد دلوقتي عنده ميزه مش عارفين الناس بتاع السوشيال ميديا، حتى الانفلونسرز مش عارفين يعملوها، حكايه التحليل. بعد الحادثه حصلت ايه اللي حصل بقى؟ مين اللي قال؟ نتكلم مع فلان فلاني وناخد رأيه، نتكلم مع اللي هي فن كتابة
التحليلات. تمام. ده لحد دلوقتي مش موجود في الإعلام الرقمي كاملا. يعني نقدر نقول السوشيال ميديا يعتبر جزئيا نوع من أنواع الإعلام الحديث. طبعاً. طب الأنواع التانية في عندك مثلا الإعلام الترفيهي. الإعلام الترفيهي ده اللي هو الأغاني، الأفلام، المسرحيات، المسلسلات. تمام. كل ده الإعلام العادي هو دايما بيجيبها ويحط عليها إعلانات علشان تعمل المردود المادي ليها. تمام. الناس. طيب. طيب احنا خلاص خلصنا النقطه دي. دكتور استاذ عبد القادر، هل وسائل الاعلام الحديثه زي ما الدكتور شرحها تعتبر امتداد طبيعي ومنطقي لوسائل الاعلام التقليديه؟ هي مش امتداد طبيعي لوسائل الاعلام التقليديه، لكنها امتداد طبيعي للتطور التكنولوجي الذي حدث في العالم. طبيعي بيحصل تطور تكنولوجي سريع جدا وبمعدلات كبيرة وفيها قفزات تكنولوجية، دل أصفر وتمخض عن هذا التطور في الإعلام. بدون التطور التكنولوجي ده ما كناش شوفنا لا السوشيال ميديا ولا مواقع التواصل الاجتماعي ولا المواقع الإلكترونية ولا أنواع الإعلام الإلكترونية الجديدة. تمام. طيب نروح لتقرير فيه تفاصيل أكتر ونرجع مرة تانية علشان نناقش باقي نقاط مع ضيوفنا الكرام. وسط تنبؤات بقرب زوال الصحافة الورقية بعد سنوات غير بعيدة نتيجة تأثير التطورات المعاصرة لتكنولوجيا المعلومات على مستقبل الصحافة الورقية، تجد الصحف حول العالم نفسها أمام مأزق كبير ومستقبل غامض في ظل التحدي المهني العنيف الذي يمثله زحف المواقع الإلكترونية والمستجدات الاقتصادية العالمية الأخيرة، مما دفع بعضها إلى إعلان توقف إصداره الورقي. وكانت الصحافة الورقية قد بدأت منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي في مواجهة منافسة بشكل شرس ووحش رقمي وعالم افتراضي تفاعلي غير محدود فتح آفاق المعرفة لأجيال جديدة، كما فتح الباب أمام تواصل غير مسبوق في العالم. وقد كشفت دراسة أجراها معهد رويترز شملت 26 دولة أن 50% من الجمهور يعتمدون على الشبكات الاجتماعية كمصدر أساسي لمعرفة الأخبار، و53% يستخدمون الهواتف المحمولة للحصول عليها. كما توصلت دراسة أخرى أجرتها شركة جولن الأمريكية للعلاقات العامة في 13 دولة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تتصدر قائمة تفضيلات القراء في الحصول على المعلومات، يليها تلفزيون، بعدهم تأتي الصحف المطبوعة ثم المواقع الإخبارية. في الوقت نفسه تشهد عوائد الإعلانات في الصحف المطبوعة انخفاضا متسارعا في العديد من الأسواق مع اندفاع المعلنين نحو السوق الرقمية، فقد انخفض الإنفاق العالمي على إعلانات الصحف المطبوعة بنسبة 8.7% في عام 2016، أي ما يعادل 52.6 مليار دولار أمريكي وفقا لتقديرات إحدى الشركات المتخصصة في شراء الإعلانات، والتي أشارت إلى أن هذا الانخفاض هو الأكبر منذ الركود الاقتصادي في عام 2009. وفي مصر هناك أزمة تواجه المؤسسات الإعلامية التي تصدر الصحف والمجلات الورقية بعد الزيادات في الأسعار التي طالت خامات الطباعة سواء الورق أو الأحبار، خاصة بعد قرار تعويم الجنيه. وتسبب ذلك في حالة من الجدل بين الأوساط الصحفية حول مستقبل الصحافة المطبوعة الذي أصبح مهددا في ظل الأسعار الجديدة. ويرى البعض أنه لا يوجد سوى خيارا، إما أن تتدخل الدولة وتدعم الصحف التي لها إصدارات ورقية، أو أن تضطر الصحف لرفع سعر النسخة، وهو ما قد يشكل عبئا على العديد من المواطنين. أهلا بحضراتكم مرة تانية. بنرجع تاني لضيوفنا. أستاذ عبد القادر، يعني زي ما شفنا في التقرير في أزمة بتواجه المؤسسات الصحفية التقليدية، رأي حضرتك إيه في هذا الموضوع؟ لأنه إحنا كنا بنسمع مثلا لغاية فترة قريبة حد بيقول لك إيه، أنا ما أقدرش أشوف الأخبار أو أقرأ الأخبار غير لما أمسك الجورنان بإيدي. ده بقى موجود دلوقتي؟ يعني من واقع طبعا خبرتك الصحفية وعملك في هذا المجال، هل حسيت انه القراء ابتدوا يعزفوا عن الصحف الورقية تجوا الإعلام الإلكتروني، ولا لسه فعلا في نسبة موجودة بتحتفظ بعادتها في شراء الجورنان كل يوم ومتابعته وتصفحه؟ هو بالتأكيد الصحافة الورقية في مصر بشكل عام، سواء كانت صحافة عامة أو صحافة خاصة أو صحافة حزبية،
تمام. بتعاني من أزمة متعددة الوجوه، أزمة مالية، أزمة إدارية، أزمة مهنية. مالية في خلل مالي شديد، وليس فقط في المؤسسات الصحفية القومية الشهيرة المعروفة، ولكن حتى في الصحف الخاصة أيضا. وأزمة إدارية أنها بتعاني من خلل إداري، وشفنا حتى النماذج الخاصة التي أنشئت لصحف ورقية أضخمت بالكثير من العاملين سواء صحفيين أو إداريين أو عمال، إلى درجة أن بعض الصحف سريعا تخلت أو عن بعض العاملين فيها، وطردت بعض الصحفيين منها. أزمة مهنية أنها القواعد المهنية أصبحت تنتهك الآن صباحا ومساء، سواء في الصحف الصباحية أو المسائية، وتنتهك بشكل صارخ جدا. والتدقيق المهني اللي اتكلم عليه الدكتور والتحليل حتى ابتدى يتراجع في الصحف الورقية. يعني الميزة التي كانت تتسم بها الصحافة الورقية في مصر ابتدت تتراجع شيئا فشيئا في الفترة الماضية. ووصل الأمر إلى درجة الاعتماد على حتى مواقع التواصل الاجتماعي، بقت تنقل بعض المعلومات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بدون التأكد من صحتها أو التدقيق فيها قبل نشرها. بس هل نقدر نعمم يا استاذ عبد القادر انه الانتهاك القواعد المهنيه ده في كل الصحف الورقيه ولا في نسبه بس؟ لانه في جرائد عريقه، يعني الاهرام، الاخبار، الجمهوريه، يعني هذه الجرائد والمؤسسات العملاقه، هل برضه وصل لها للجميع؟ انتهاك المبادئ المهنيه تعرضت له كل الصحف الورقيه في مصر بلا استثناء، ابتداء من اكبر صحيفه أو أقدم صحيفة وانتهاء إلى أحدث صحيفة. طب ده هل مش بنطلق عليه مثلا نوع من التطوير أو مواكبة العصر أو جذب القارئ أو السعي للمنافسة، ولا هو انتهاك يعني بحت نقول عليه إن هو مش تدمير لقواعد المهنة؟ مش مجرد اكتذاب للقارئ. الانتهاك القواعد المهنية سببه ضعف التدريب والإعداد المهني للصحفيين، أجيال عديدة من الصحفيين، وده تقصير من الأجيال الكبيرة من الصحفيين بالتأكيد. يعني التدريب المهني لفترة توقف، شبه توقف. كان عندنا مدارس صحفية، هذه المدارس الصحفية شهيرة جدا ومعروف، في مدرسة الأهرام، مدرسة الأخبار، مدرسة روزو اليوسف، مدرسة دار الهلال. هذه المدارس انقطع التدريب فيها لفترة من الوقت لأسباب عديدة احنا في غنى عن الإشارة إليها الآن، فسبب هذه الأزمة المالية. نتيجة الأزمات الثلاثة ديت، الأزمة المتعددة الثلاثية الأبعاد ديت، تراجعت إيرادات هذه المؤسسات وزادت مشكلتها المالية أكثر فأكثر، والأخطر من ذلك تراجع عدد القراء. وبقى في عديد من القراء الآن اللي كانوا معتادين على قراءة الصحيفة الورقية بيقرأوا موادها أو المواد اللي معنيين بقراءتها فيها من على المواقع الإلكترونية. أنا كل الصحف أصبح لديها مواقع إلكترونية الآن، صحف المجلات أيضا. يمكن في نسبة من القراء ما زالت موجودة، لكن لو رجعنا إلى أرقام توزيع الصحف المصرية وبقول قومية وخاصة وحزبية، هنلاقي أن حدث فيها انخفاض كبير وضخم ولا يتناسب مع الزيادة في عدد السكان. يعني المفروض أنه في زيادة في عدد القراء، وهتلاقي النسبة دي تراجعت في العقدين الأخيرين بنسبة ليست بالقليل. تراجعت نسبة الإقبال على الصحف الورقية وكمان عدد النسخ المطبوعة نفسها.
الطبيعي لما انت بتخفض التوزيع معروف، لما التوزيع بينخفض انت بتخفض عدد المطبوع، وعدد المطبوع مش بس انخفض بسبب انخفاض التوزيع، انخفض ايضا للاشاره اللي انتوا اشرتوها في تقريركم لتكلفه الطباعه، في تكلفه الورق، ارتفاع مستلزمات الطباعه، تكلفه الاحبار، تكلفه الافلام، تكلفه الزنكات، اجور العاملين في المطابع زادت. انا معايا احصائيه بتقول ان عدد النسخ الورقية في العالم العربي انخفضت ل 800 ألف نسخة سنة 2015 بعد ما كانت 2 مليون نسخة في سنة 2010. طيب دكتور إبراهيم، يعني يا ترى هذا الانخفاض سببه أن الإعلام الإلكتروني أصبح يشد الناس بشكل أكبر؟ إيه مقومات ومزايا الإعلام الإلكتروني؟ وهل لما تبقى فيه صحيفة ورقية تطلق موقع إلكتروني ده يعتبر اعتراف ضمني بانه خلاص يعني هي بتواكب العصر، وانه البقاء للموقع الالكتروني اكتر من النسخه الورقيه؟ هو الاعلام الالكتروني بالنسبه للصحف كل حته في الدنيا اتغير معالم الصحفي نفسه. الصحفي كان زمان هو بقلم وورق وبيكتب ودماغه بيقعد يكتب، دلوقتي بقى الصحفي لازم يبقى بيصور كويس، لازم بيعرف ياخد فيديوهات كويس، لازم يعمل ساوند بايت كويس، يعمل مقابلات صوتيه كويس، ليه؟ كل ده بيدعم المقال اللي موجود. فعشان كده الصحافه الالكترونيه تحديدا خدت شوط كبير جدا 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 في الاعلام الرقمي عن اي حاجه تانيه. ليه؟ علشان بقت انا بكتب مقالة دلوقتي عن الازمة السياسية اللي مش عارف بوركينا فاسو مثلا، كتبت مقاوماتها وتفاصيلها وبتاع، بس جبت فيديوهات عن الازمة وناس اتكلمت، وجبت ساوند بايت مع ناس وتليفونات اتكلموا وصور للازمة. يعني طريقة عرض الخبر اختلفت، طريقة العرض، تمام. عشان الاختلاف الوسيط، الوسيط التقليدي هو عبارة عن ورقة، انما الوسيط التاني عبارة عن مالتي ميديا بالظبط في كل الحاجات بالظبط. طيب احنا معانا على التليفون الخبير الاعلامي الاستاذ ياسر عبد العزيز، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. يعني هل نقدر نقول استاذ ياسر انه بقاء الصحف الورقيه التقليديه مساله وقت، وانه خلاص هي بتلفظ انفاسها الاخيره في ظل التحديات الموجوده امامها من تطور وتسارع الاعلام الرقمي، وفي ظل الازمات اللي بتواجهها سواء ازمات ماليه او اداريه او مهنيه او غيره؟ في الواقع هو التغيرات الاتصالية اللي انا سمعت ضيفك الكريم بيتكلم عن بعضها الان تسارع بوتيرة اعتقد انها لا تترك فرصة لبناء استراتيجيات على صناعة الصحافة المطبوعة في المستقبل، وبالتالي هي خرجت من كونها استراتيجية صالحة لاطلاق ادامة عمل اعلامي له مرجو. اتصور انه الصحافة المطبوعة يعني في طريقها الى المقابر للأسف الشديد، وانا من ابناء الصحافة المطبوعة، وبالتالي عندي يعني مشاعر ولاء كبيرة تجاهها، لكن الظرف الاتصالي الحالي لن يسمح لها الا بوجود محدود ورمزي في المستقبل، وبالتالي ستظل موجودة بدون اليات جدوى الصناعة، يعني مش هيكون في جدوى للصناعة نفسها تسمح باستمرارها الا ما تفرضه الاعتبارات الرمزيه والمعنويه. طيب لو اتكلمنا عن تاثير ده بقى على المجتمع، لانه احنا عارفين ان الصحافه في عصرها الذهبي الحقيقه يعني خلقت وعي جامد جدا، كان في مجرد قراءه الصحيفه التقليديه ده يفيد المتلقي سواء في اللغه، في المعلومات، في حاجات كتير قوي. هل ده تاثيره على المجتمع هيبقى سلبي من وجهه نظرك، ولا دي طبيعه المجتمع؟ لا لا، مفيش اي نوع من انواع هذه التاثيرات. هو الفكره ان الصحافه لم تمثل، الصحافه جوهرها المهنة لم تمثل ولم تتغير طريقة العمل فيها، ولم تتغير الأهداف التي تحققها الصحافة كما هي. لكن ما جرى هو التعبيرات، هو التعبير الذي تنتهج الصحافة لكي تصل إلى الجمهور، بمعنى أن احنا كنا في وقت من الأوقات كنا بنجيب شريط فيديو، كنا بنروح نادي فيديو ونشتري شريط ونحطه في جهاز اسمه الفيديو عشان نتفرج على المحتوى المرئي. الموضوع ده لما اتغير، الفيلم ما ماتش، والمسرحيه ما ماتتش، والسينما ما ماتتش، لكن اللي اتغير هي الطريقه التي نتعرض بها للمحتوى.
وما يجري الآن هو أننا سنتعرض للمحتوى بطريقة أفضل وأسرع وأكثر تكاملا وأكثر تنوعا وأكثر ازدهارا من ذي قبل. اللي اتغير فقط أنه كان في حاجة اسمها الصحافة المطبوعة، وهي كما الأفيال تسير إلى مقابرها، وطبعا مأسوفا عليها لأنها كما قلت أنت كانت تشكل يعني عنصرا مهما جدا في التزود بالمعلومات وبناء الثقافة وبناء الوعي. لكن المحتوى سيظل وسيتجدد وسيزدهر وتنوع، أما الوسيلة فهي التي تتغير، والوسيلة لا تعني شيئا في هذا السياق إلا ارتباطها بالإطار الاتصالي السائد في زمن. طيب هل هذه الوسيلة هتبقى برضو ليها نفس التأثير على المجتمع؟ لأنه طبعا في شرائح معينة مرتبطة بالإعلام الإلكتروني، شرائح سواء بقى مرتبطة بالتعليم، بالوعي، بالثقافة، بطريقة استخدام هذه الوسيلة في مجتمع زي مجتمعنا، في نسبة أمية، في قطاع بيعيش في الريف، في قطاع بيعيش في مناطق مهمشة فقيرة، هل ده ممكن فعلا يبقى الإعلام ده الحديث مؤثر بالنسبة لكل قطاعات المجتمع ولا مرتبط بقطاع معين؟ لا بالعكس، هو انت بنتكلم عن حاجتين، بنتكلم عن الرسالة وعن الوسيلة. ما تغير هو الوسيلة، ان الصحافة المطبوعة لم تعد وسيلة استراتيجية لنقل المعلومات والأخبار والترفيه إلى الناس فقط لا غير، أما الرسالة فهي موجودة كما هي، بل بالعكس الوسيلة الجديدة أدت إلى تعميق أثر الرسالة وتعزيزه عبر المسائل المتعلقة بالمالتي ميديا وطرق العرض المختلفة وأيضا الإدامة والفورية والتفاعلية. فإذا الرسالة لم تتغير، الرسالة موجودة وسيتم نقلها عبر وسيط هو أحدث وأكبر وأفضل. بمعنى أنت كل يوم بتصحى تروح الشغل بتاعك، تمام؟ كل اللي اتغير هو أن أنت هتروح الشغل بطريقة سريعة وتشوف مناظر مسلية في الطريق بس، لكن المشوار هيتعمل هو أنك تروح الشغل. نفس الشيء، مفيش أي تغيير هيحصل سوى ما يتعلق بالوسيلة والطرق التي تستخدمها الوسيلة والتجليات التي تمنحها لك الوسيلة. أما الرسالة فأي واحد كان بيكتب مقالة هو هيتنه يكتب مقال، ونفس المضمون اللي كتبه هنا ممكن يكتبه هنا، فيش تغيير. طب وعنصر اللي هو التأريخ للأحداث أو أرشفة الأحداث، يعني لما نرجع العناوين مثلا حرب 73 دايما بينزلوا مثلا على السوشيال ميديا صور لعناوين الجرايد في الوقت ده، حوارات قديمة لزعماء، تأريخ للثورة، تأريخ، يعني هل الإعلام الحديث أيضا بوسيلته الحديثة هل هيستطيع أنه يأرشف الأحداث، أحداث وتاريخ الوطن زي ما كان بيعمل الإعلام التقليدي؟ أنا من الذين رفضوا أنه هم يستخدموا مصطلح الإعلام الجديد، وحتى هذه اللحظة أنا في كل ما أكتب لا أكتب كلمة الإعلام الجديد. ليس هناك إعلام جديد، هناك وسائل جديدة لنقل الرسائل أو المحتوى، تمام؟ فدي نمرة اثنين. اللي حضرتك قلته ده هو ما يعزز ما قلته أنا في البداية عن وجود رمزي ومعنوي. أنت تتحدث عن وقائع متحفية، يعني المسائل دي لها علاقة بالمتاحف، لها علاقة بقاعات العرض في الصحف القديمة الكبرى، تمام؟ وهذا الأمر ليس له علاقة أبدا بالوظيفة، هو له علاقة بالتاريخ. وبالتالي هو هذا الوجود ذو طابع تاريخي، ذو طابع رمزي، هي وسيلة أدت دورها في وقت معين واستطاعت أن تؤدي هذا الدور على نحو مميز. الآن جاء الوقت لكي تستريح وتأتي وسائل أخرى لأن الإطار الاتصالي تغير. وبالتالي البكاء هنا هو، تعالى نستبدل يعني البكاء بالشجن، وتعالى نقول انه المكانة المستحقة للصحافة المطبوعة في تاريخ وسائل الاعلام، تمام، لا تعفيها من ضرورة الذهاب لان عصرها ولا. طيب حضرتك وصفت الصحف الورقية في حديث ليك لصحيفة الوفد بانها افيال تسعى لمقابرها. والمستقبل للصحف الإلكترونية. على الناحية الثانية الأستاذ كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بيقول إن الصحف تثبيت أركان الدولة المصرية ومواجهة مخططات إفشالها. شايف إن الإعلام الحديث فعلا ممكن يلعب نفس الدور اللي بيكلم عنه الأستاذ كرم؟ إحنا ما هو أنت ده نفس السؤال، مفيش إعلام حديث. مفيش إعلام حديث وإعلام قديم وإعلام جديد. في طرق جديدة لنقل المحتوى. طيب هذه الطرق الجديدة ممكن إنها تلعب نفس الدور يا فندم؟ ممكن تلعب أكتر من دور، يعني هي لديها آليات وأساليب
اعلى واكثر سرعه واكثر ثوريه واكثر تفاعليه. هي ممكن تلعب كل الادوار انت عايزها، ممكن تلعب ادوار السيئه والادوار الجيده. وبعدين احنا ما قلناش ان الصحافه المطبوعه ما لعبتش دور، احنا قلنا انها لعبت دور، بس قلنا انه الاطار الاتصالي الحالي لا يناسب وجودها. يا اخي انت اي حد عنده اولاد دلوقتي ما بيقروش ورق، اي حد اولاده بيدرسوا في مدارس محترمه ما بيروحوش بورق. الناس خلاص الناس بقت تستخدم، في اوروبا بعد عدد معين من السنوات الورق هيبقى جريمه، الورقه هتبقى جريمه، لانه خلاص بقى كل العالم بقى مؤتمن. فاذا الفكره ما لهاش علاقه بالصحافه المطبوعه ولا بجريمه الاحرام ولا بجريمه باختلاف الوسيله، تمام، باختلاف الاطار الاتصالي والمحتوى هو. طب يعني شايف ان الجهود كلها دلوقتي اللي بتبذل لتطوير المؤسسات الصحفيه وكل المبالغ اللي بتصرف عليها، هل الجهود دي كلها تضييع وتبديد للطاقه وللجهد؟ اصلاح هذه المؤسسات بحيث تكون اكثر تجاوبا مع متطلبات الاتصال الحاليه. اي اصلاح في اتجاه الماضي، يا اخي في مطبوعات بتبيع 300 نسخه و200 نسخه، ده كلام، ده تهريج. ده تهريج. مصر كانت بتبيع في اليوم 5 ملايين نسخه، وبعدين بقت بتبيع 2.5 مليون نسخه في اليوم. مصر النهارده مصر كلها ما بتعملش 350 الف نسخه. يعني لازم نقرا الارقام دي. يعني كل ما يطبع ويباع في مصر 350 الف 400 الف نسخه في اليوم. دي هو حتى على صعيد الصحف العالميه، يعني وول ستريت جورنال خفضت انتاج الصحف الورقيه خارج امريكا برضو نفس القصه. طب ما كريستيان ساينس مونيتور قفلت الطبعه المطبوعه. لا يعني هو ده موضوع لا يبنى استراتيجيه على المطبوع، لا تبنى استراتيجيه على الصحافه المطبوعه. طيب استاذ ياسر خليك معايا على التليفون، خليك معايا على التليفون. معايا ضيوفي في الاستوديو، الاستاذ عبد القادر شهيب الكاتب الصحفي، والدكتور ابراهيم النشواتي الخبير الاعلام الالكتروني. استاذ عبد القادر، ليك رد على ما ذكره الاستاذ ياسر من انه يعني تطوير المؤسسات الصحفيه ده يعتبر جهد يعني على الفاضي يعني، ولا لا؟ صحيح انا ما قلتش كده، انا قلت تبديد لايه؟ المؤسسات الصحفيه خارج اطار البعد الالكتروني يعتبر تبديد للطاقه والجهد. تبديد للطاقه يعني لا تبنى استراتيجيه، لا يا اخي يعني تطور بس ما تقوم. طيب هو هيرد على حضرتك، انا مش هتكلم، هو هيرد على حضرتك في النقطه دي. لا تطور على استراتيجيه المطبوع، لكن تطور على استراتيجيه الالكتروني. تمام. مش تمام. على المطبوع. احنا ما نعرفش اولا حتى الان استراتيجيه تطوير المؤسسات الصحفيه القوميه لم تعلن حتى الان، ما عندناش تفاصيل عشان نتكلم عنها. الامر الثاني ان اي تطوير معاكس للمستقبل ومضاد للمستقبل مش هيجدي في النهايه، بل بالعكس ممكن ان ينتهي الى اخفاق. فاي تطوير يجب ان يراعي التطور التكنولوجي الذي حدث وما زال يحدث وسوف يحدث، والتغير اللي حصل في الوسائط الاعلاميه. الإعلام حدث فيه تغيرات هائلة في السنوات القليلة الماضية، إن لم يراعى ذلك هيبقى من الخطأ كبير وإهدار للجهد وإهدار للمال أيضا. فأنا مش على خلاف مع الأستاذ ياسر، بل بالعكس أنا متفق معاه، متفق معاه. طيب. بس أنا أتصور أن الصحافة القومية هتاخد وقت ليس بالقصير، الصحافة الورقية في مصر ليس بالقصير حتى تنتهي او تختفي من تمام. ده تمام. طيب دكتور ابراهيم ليك تعليق على كلام الاستاذ؟ انا متفق تماما مع كلام الاستاذ ياسر، كلام محترم ومهم جدا. هو حط ايديه على المشاكل اللي موجوده فعلا في المطبوعات الواقع. في مشكله كبيره. فانا معايا تماما توتالي يعني تمام. طيب استاذ ياسر، يعني احنا بنشكر حضرتك جدا على مداخلتك معانا، شكرا جزيلا استاذ ياسر عبد العزيز الخبير الاعلامي. طيب لو اتكلمنا عن الاعلانات، هل الاعلانات بتلعب دور في الانحياز مثلا الاعلام الالكتروني عن الاعلام التقليدي؟ هل ليها دور في تراجع مبيعات الصحف الورقيه او تخفيض نسبه يعني عدد التوزيع نفسه او غيره؟ ايوه جدا طبعا. ازاي بقى؟ ده خليني احكي لك حكايه صغيره مالهاش علاقه بالموضوع، بس كان في ماتش من يومين ثلاثه كده، برشلونه بيلعب مش عارف مين، وكان برشلونه ما كسبش ثلاثه مش هيعدي.
فكنت قاعد مع واحد صاحبي بيقول لي لا النهارده هيكسبوا. بقوله ليه؟ الشركه الراعيه لميسي هي السبونسر للفيفا. حلو. فكسبوهم 3 اللي هو كان مستحيل ده يحصل. فهنا لعبه راس المال في الـ في الـ في, الـ في كل حاجه في حياتنا. راس المال دلوقتي انت عندك الاعلان الصحفي في الموضوع الورقيه بيقدم برقم كبير جدا، مع ان في المقابل في الاعلام الالكتروني والرقمي الى حد ما قليل مش كتير، وبعدين بيتحسب بالامبريشن وبيتحسب بالانجيجمنت وبيتحسب بالكليك وبيتحسب بمية طريقه اللي هي ايه توافق المعلن واللي هو صاحب الفلوس اللي بيصرف على الصناعه. يعني فهو المعلنين زي سوري الشركه من سنتين بطلت تعمل اعلانات في رمضان في التلفزيون، بطلت وكل اعلاناتها بقت على اليوتيوب. احنا ما ينفعش نقول اسماء منتجات معلش، بس يعني احدى الشركات المياه الغازيه، شركات المياه الغازيه بطلت تعمل اعلانات على التلفزيون في رمضان وده البيك بتاعهم، ده اللي هو كل الناس صايمه وكل الزرع. طب هل ده بيواكب يعني انواع الاعلانات المختلفه؟ يعني استاذ عبد القادر تكلمني في النقطه دي. يعني مثلا زي صفحه الوفيات، زي مثلا اعلانات الدوله، ارشادات للمواطنين، اعلانات عن طرح اراضي، شقق سكنيه، يعني ما يتعلق بمثل هذه النوعيه من الاعلانات، هل دي بيناسبها الاعلام الالكتروني ولا الاعلام الورقي؟ وليه ما يناسبهاش؟ يعني محلولة من زمان. اللي عايز اقوله ان الاعلانات تراجعت في الصحف الورقية مش بسبب السعر فقط. الحقيقة يعني هي تراجعت في الصحف الورقية لأسباب عديدة ومتنوعة، منها ان توزيع الصحف الورقية تراجع. انا كمعلن عن سلعة ما او خدمة ما بقدمها بقى حريص انها على ان اعلان يصل الى اكبر عدد من القراء او المشاهدين او المستمعين المتلقين بشكل عام. فالطبيعي ان انا ابحث ادور على نشر اعلاني في الوسيله الاكثر شيوعا وانتشارا. الامر الثاني ان في كثير من الاعلانات الحكوميه تراجعت. الحكومه ما بقتش معلن مهم وأساسي كما كان يحدث من قبل. كثير من الوزارات توقفت، ولو تراجع صفحة صفحات الوفيات هتلاقي حتى الإعلانات فيها تراجعت، ما بقتش موجودة. تراجعت أيضا لأن الوفيات دي كان الحكومة معلن أساسي فيها، والوزارات كانت معلن أساسي فيها، والمحافظات كانت معلن أساسي فيها، بالإضافة إلى أن فكرة الإعلان عن وفاة وموعد العزاء بقت موجودة، ممكن تعلن عنها ما تنتظرش اليوم التالي أو اللي بعده، ولكن ممكن أن تعلن عنها فورا على مواقع التواصل الاجتماعي، وشوفنا ده. يعني ممكن أن تستعيد عن إعلانات الوفيات والإعلانات المبوبة نفس الحكاية، وشوفنا مطبوعات مخصوصة بتتعمل للإعلانات تحولت إلى هذه المطبوعات، دلوقتي بقت موجودة على المواقع الإلكترونية. فالإعلانات مش هي اللي هتحمي الصحف الورقية من الاستمرار. تمام. اللي ممكن يساعدها أنها تطول عمرها شوية أنها تطور أدائها المهني وتقدم خدمة مختلفة عما يقدم في مواقع، بس ده هيساعدها انها تطول عمرها شوية لكن مش هتستمر. لا لن تستمر طويلا، مش هتستمر طويلا. طب لانه الحقيقة من الاخبار اللي معانا اللي قلناها في فقرة الاخبار انه في اتجاه من جانب الدولة لدعم وتطوير واصلاح المؤسسات القومية الصحفية. يعني شايف انه في ظل حديثنا دلوقتي عن انه المستقبل الاعلام الالكتروني، طب ازاي ممكن يتم دعم المؤسسات الصحفية بحيث انها تواكب يعني بقى اللي احنا بنقوله ده؟ هو اول حاجه ان الصحفي نفسه لازم يتدرب تدريب قوي جدا على الوسيله الجديده اللي حصل. يعني كان زمان الراجل بيقعد يكتب
بالظبط دلوقتي لازم يتدرب، يعني إضاءة، يعني صوت، يعني إزاي يركب الصوت في الكاميرا، يعني إزاي ياخد كادر كويس، يعني إزاي يشوف الكادر ده موائم ولا لأ، يعرف ياخد تيك صوت كويس، كل التفاصيل دي هو لازم يعرفها بجانب إن هو يكون موهوب أصلا. يعني الموهبة مش هي الحاجة الوحيدة اللي بتخلي الصحفي هو اللي بتخليه صحفي ناجح، بقى في حاجات تانية كتير بجانب ده علشان نوصل لصحفي جيد. تمام. لو احنا داخلين نطور في الحته دي في التدريب وفي الـ وكمان في الانفراستراكشر بتاع الحكايه دي، البنيه التحتيه للاعلام الرقمي، البنيه التحتيه للاعلام الرقمي دي هي اللي بتشيل وهي اللي بتعمل كل هي اللي بتخلي الناس تخش على البلاتفورم. ازاي؟ لو انا عندي خبر وانا الوحيد دلوقتي انا اللي جايبه ودخل لي 5-6 مليون حد دلوقتي على الموقع بتاعي، لو الموقع بتاعي ما بيشيلش ده هيقع، الناس هتفقد مصداقيتي على طول. فاحنا لازم نصرف في الحاجتين، على العنصر البشري وعلى عنصر المعدات على المكن. تمام. طيب لو كلمنا بقى عن قيم المجتمع، الصحف الورقية دي الحقيقة يعني بتتضمن يعني أقسام كتيرة، في قسم المجتمع، قسم الأداب، الثقافة، الفنون، الاقتصاد، السياسة، تحليلات للقضايا السياسية، أخبار الوطن العربي، أخبار العالم، كل ده الحقيقة القارئ متعود عليه، لما ده يختفي من قدامه شايف ان ده هيعمل خلل أو فجوة معينة في التركيبة الثقافية يعني التقليدية المعتادة؟ لا ما اعتقدش، لان اولا مش هيختفي. تمام. يعني بداية مش هيختفي، هو هيجد وسيلة اخرى يعبر عن هذه الاشياء، لكن هيبقى انتقائي. يعني انا لما بجيب الجورنان وبفتح الصفحات بلاقي الحاجات دي قدامي، فممكن عيني تروح مثلا لحاجة انا ما كنتش مهتم بيها فاهتم بيها، لكن عن طريق الصحافة الالكترونية انا هروح على طول الحاجة اللي انا عايزها. ده صحيح. وفي نفس الوقت ما في انتقائية في البداية حتى في الصحافة الورقية، يعني الصحيفة عندما تنشر شيئا ولا تنشر شيئا اخر هي بتنتقي لقارئها شيء، يعني في عملية انتقاء تمت مبكرا. الفلترة تمت مبكرا من قبل الصحيفة، وده طبقا لسياسات الصحيفة وسياسات ومصالح أصحابها، سواء كانوا أصحابها دول حكومة أو دولة أو رجل أعمال أو حزب. تمام. في النهاية فالفلترة دي حصلت. يعني اللي عايز أقوله إن فكرة القيم في المجتمع حاجة، والتنوع في تلقي المادة الإعلامية حاجة تانية. القيم في المجتمع لا يصنها مجرد صحافة ورقية أو حتى إعلام، لكن يصنها أمور أخرى مختلفة. دي محتاجة سياسات للدولة، دور للمجتمع المدني، خطط ثقافية تنتهجها الدولة للحماية منظومة القيم في المجتمع. لكن التنوع اللي بيقدم للقارئ وبيسهم زي ما حضرتك قلت في صيانة هذه القيم سوف نجده في الوسائل الجديدة التكنولوجية الجديدة اللي هي غير وهيبقى فيه برضو مثلا يعني عنصر الرقاب، يعني مش نقول رقابة لكن مراعاة يعني أداب وقيم المجتمع، ولا الموضوع مفتوح؟ ده يتوقف في الإعلام الإلكتروني من يملك هذا الإعلام الإلكتروني. شوف لا تصدق المعلومة الكاذبة أو المقولة الكاذبة أن هناك إعلام محايد في العالم كله. هناك اللي بنسعى ليه يبقى إعلام موضوعي، يعني يتحرى الصدق والدقة والموضوعية في أداء، لكن كل إعلام بيعبر عن مصالح من يملكه في الأساس، وده شفناه في جميع أنحاء العالم. فكرة إن أنا أبقى محايد وما بقولش وجهة نظر ده غير صحيح. الإعلام الإلكتروني له مسالبه، بس إذا أنت ركزت فقط على الإعلام المسالب هتبقى أكتر في مواقع التواصل الاجتماعي، اللي أنا بعبر أنا ممكن أختلق خبر وأقوله.
ما هو نفس الحكاية، أنا ممكن أعمل صحيفة واختلق خبر أيضا وأروجه، لكن في النهاية فكرة الرقابة والسيطرة بتتراجع كثيرا في الإعلام الإلكتروني عن الإعلام الورقي في الأساس. طيب مسألة برضو يعني تنظيم إصدار الصحف الإلكترونية، يعني لو حد عايز يعمل صحيفة إلكترونية على الإنترنت أو قناة على اليوتيوب، وصلنا كتير جدا في الحكاية ده، ما فيش ليها تقنين دلوقتي؟ لا، ما أنت ما عندكش، هي في كل حتة في الدنيا قايمة على المجتمع المدني مش قايمة على الحكومة. هي المجتمع المدني بيعمل جمعيات للإعلام الإلكتروني بقايم على التدريب وقايم على ثقل الناس العاملة في هذا المجال، الحرفيات والتفاصيل المراد عشان تشتغل بيها، وبعدين بيعملوا اختبارات كل سنة عشان تاخد to be licensed، يعني عشان يبقى معاك شهادة معترف بيها وتشتغل وتتنقل من مجلة لجورنال الكتروني. الكتروني ده مش موجود دلوقتي عندنا، ده مش موجود خالص، لسه ما وصلناش المرحلة دي. احنا لازم نعمل كده علشان هنا مربط الفرس بالظبط. طول ما انت ما عندكش تدريب للناس دي، يعني تشغلهم بس على الحكاية بيعرف يعمل ايه بس، وما عندكش إدارة قوية للحكاية دي من المجتمع المدني، وفي كل حتة في الدنيا المجتمع المدني هو اللي ماسكها مش برا الحكومة تماما، بيدوا تراخيص للناس بالسنة، ولو حد عدى عليه سنتين من غير ما يجدد رخصته بتتلغي رخصته ويخش اختبار من الأول، وعشان يخش أصلا السوسايتي دي بيخشها باختبار. يعني شايف أنه مع تنظيم دلوقتي العملية الإعلامية في مصر وإنشاء هيئات سواء الهيئة الوطنية للصحافة أو للإعلام أو المجلس الأعلى للإعلام، لازم يتم إدراج الإعلام الإلكتروني في الموضوع. طبعا يعني تبقى في هيئة للإعلام الإلكتروني كمان. طبعا ودي كمان مش لازم تبقى تبع الدوله، دي ده مجتمع مدني هو اللي يعمل كده، عشان الهيئات دي كلها المفروض تبقى مجتمع مدني هو اللي بيراقب وهو اللي بينشر، لان الحقيقه احنا بنشوف على اليوتيوب وعلى يعني العالم الافتراضي ده الحقيقه في قنوات معاديه للدوله كتيره جدا، في بس اشاعات، في اختلاق اكاذيب، في ترويج لمفاهيم مختلفه عن المجتمع. في حاجه اسمها سي ام اس على اليوتيوب، علشان حضرتك تجيب فلوس من المحطه اللي انت عاملها على اليوتيوب لازم تروح لواحد يعمل بارتنر معاك علشان يجيب لك، يبقى هو الضامن للفلوس اللي عند اليوتيوب. ده هو اللي بيوجه لك المحتوى بتاعك، احنا ما عندناش كده، ما عندناش ده. السي ام اس كلهم يا امريكان يا انجليز يا يهود، وهنا الكارثه، الناس اللي بتجيب فلوس من اليوتيوب دلوقتي لازم يبقى عنده سي ام اس. طيب استاذ عبد القادر، الناس اللي في الارياف وفي الصعيد، الراجل الكبير اللي متعود ان هو يجيب الجورنان ويقعد بليل يتفرج على نشر التسعه في التلفزيون المصري على القناه الاولى، دوت ممكن يواكب ازاي الاعلام الالكتروني ده؟ ولا ده يعني ده جيل هيفضل كده يستخدم الوسائل التقليديه لغايه لما تيجي بعده الاجيال الجديده بقى وتبقى هي موجود هو الاعلام الالكتروني يعني. انا بس لو سمحت لي عايز اقول ان في بالنسبه لتنظيم الهيئات الاعلاميه، انت عندك الهيئه الوطنيه للصحافه لاداره الصحف القوميه، والهيئه الوطنيه للاعلام لاداره التلفزيون المصري بالزبط. اللي احنا في رحابه الان، وفي المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام للاشراف على تنظيم العمل الصحفي والإعلامي بكل أنواعه بما فيه الصحافة والإعلام الإلكتروني أيضا، فأعتقد أنه منوط بيه دلوقتي أنه يتصدى لمهمة تنظيم الإعلام الإلكتروني. طيب عشان وقت الحلقة بس ترد عليها في النقطة اللي أنا اتكلمت فيها بالنسبة للناس اللي هي ثقافتها تقليدية جدا. بالنسبة للناس أنا عايز بس ألفت الانتباه إلى أن بالنسبة للتوزيع الصحف الورقية 90% كان بتستأثر به مدينتي القاهرة والإسكندرية، والعشرة في المية بيوزع على بقية المحافظات، ده بيبين نسبة القراءة في الريف قد إيه وفي الصعيد قد إيه، هتلاقيها ضئيلة. لا وحتى لغاية دلوقتي حتى في القاهرة والإسكندرية الناس الكبار برضو مش بيقدروا يستخدموا النت يبحثوا عن الأخبار، ضئيلة يعني. جدا. لكن احنا بنتكلم عن مستقبل مش عن حاضر. الحاضر طبعا هيجد مشاكل وهيجد صعوبة في التعامل مع ده، لكن في المستقبل لا، الذين يتعاملون مع الإعلام الرقمي الجديد
في تزايد مستمر. تمام. طيب احنا وصلنا لنهاية الحلقة، انا بشكركم جدا دكتور ابراهيم نشواتي خبير الاعلام الالكتروني، شكرا جزيلا، والاستاذ عبد القادر شهيب الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. مشاهدينا الكرام بشكركم على حسن المتابعه، نشوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع اللي جاي وملف جديد نفتحه بالنقاش والتحليل في واجهة الصحافه.